Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the banner. Legacies. أحبائي يسعد لي صباحكم. Bonjour. Good morning. اليوم فيديو اليوم حول التأثيرات أو العوامل الخارجية في علاقات توأم شالا. جزءه الأول هذا، وجزءه الثاني هو نص لعمر كتبته بالتعاون مع صديق مطارد من مجموعة الفيسبوك أحمد، وأنا أشكره جزيل الشكر. في بداية هذا الفيديو سأقوم بالإجابة على بعض التساؤلات. في الحقيقة هي ملاحظة مهمة أريد أن أضعها قبل أن أبدأ في الفيديو. أولا، هناك الكثير ممن يعيش علاقات مع أشخاص نرجسيين، وهذا خطر شديد على النفس وعلى الإنسان بصورة عامة. وغدا بإذن الله إن كانت طاقتي جيدة سأضع لكم فيديو حول بسيط، فيديو بسيط جدا بواسطة ما يسمى ب une comparaison de psychanalyse، معنى أنني سأقوم بمقارنة بسيطة بواسطة معطيات واقعية بسيطة يفهمها أي شخص لكي يستطيع أن يميز بين الشريك النرجسي وبين الشريك العادي بدون فلسفة وبدون كلام كثير. كذلك هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، علاقة توأم شالا هي علاقة روحية بالدرجة الأولى، قدرية، تأتي لكي تصلح أمرا ما في قدر الأشخاص الذين يعيشونها. وإن انتهت وظيفتها، يعني إن حققت ما قدر لها من العقد الكارمي الإلهي، فمن الممكن جدا أن يتخلى عنها الإنسان. بمعنى، إذا كان أحد التوائم قد تشافى وهو متأكد من أنه قد تشافى، وكانت ظروف العلاقة غير مناسبة ماديا، لأن مثل ما قلت لكم العلاقة هي علاقة روحية، ليس لها أغراض وليس لها شروط وليس لها أهداف. ليس الهدف منها الزواج مثلا، وليس من الهدف منها الارتباط أو أي شيء آخر. فإذا أنتم رأيتم أنكم قد تشافيتم أو أحد التوائم قد تشافى، فبإمكانه أن يضع حدا للعلاقة المادية، بمعنى بإمكانه أن يقطع الاتصال مثلا بتوأمه. وهذا لا يعني أن الاتصال الروحي ينقطع أو أن الحماية الروحية ستنقطع. الاتصال الروحي سيبقى رغم أنه سيضعف، لكنه سيبقى. المهم والأهم هو أن يكون الشخص أو أن يكون أحد التوائم متأكدا من أنه حقق الوحدة مع نفسه وحقق الاتصال بألمه الداخلي وعالجه، وهذا هو الهدف الأسمى من العلاقة. بغض النظر عن ما تسمعونه الصحوة الروحية وما إلى ذلك، يعني الحقيقة كلام عبيط، أقل ما يقال عنه أنه كلام عبيط. ما معنى أن الإنسان حين يصحو روحيا سيتخلص من المادة؟ هل سيتوقف عن الأكل مثلا؟ سيموت. هل سيتوقف عن شرب الماء مثلا؟ سيموت. الإنسان مكون من جزئين رئيسيين لا مجال للنقاش فيهما، الجسد وهو مادة والروح وهي معنوية. فإذا هناك بعض الناس تجي تعلق لي تقول لي الصحوة الروحية هي أن يصبح الإنسان روحاني. التوائم روحانيون بطبعهم، يعني بالأصل هم أشخاص روحانيون وليسوا بحاجة إلى أشخاص آخرين لكي يصحوا. هذه واحدة. والناس اللي تجي تبث سمومها عندي في القناة، أرجوكم لا تأتوا، أرجوكم، لأنني لا أسجل إلا حين أكون في طاقة إيجابية.
فأين أنتم أدخلتموني في طاقة سلبية؟ فأنتم تحرمون الناس الآخرين الذين يريدون الاستفادة من فيديوهاتي، وأشكركم جزيل الشكر. الآن سنبدأ في الحديث عن التأثيرات الخارجية، أو ما يسمى بالفرنسية les influences extérieures. طبعا أهم من تحدث عن هذا الموضوع ونعتبره أحسنهم في العالم، من بين أحسن العلماء النفس في العالم، هو دكتور فابيان مارشان. لكني أنا مثل ما قلت لا أعتمد فقط على مصادر فرنسية، أنا في الغالب دراستي نصفها أمريكي ونصفها فرنسي، بمعنى هناك جزء منه إنجليزي أنجلو ساكسوني وجزء آخر فرانكوفوني، لذلك ستجدون أن محتوياتي دائما مختلفة عن المحتويات الفرنسية مثلا وعن المحتويات العربية، فأرجو أن تركزوا معي جيدا وأن لا تنسوا الكلام الذي قلته في المقدمة. والآن سنبدأ. أحبائي، في هذا الجزء الثاني سأناقش ما يسمى بالعوامل الخارجية التي تؤثر على التوائم، وأرجو منكم أن تركزوا معي، فكلامي مختصر لكنه مهم جدا ولن تجدوه في محتوى آخر، أنا أؤكد لكم، فلا تبحثوا عنه في أماكن أخرى. بالنسبة كملاحظة أولى قبل أن أبدأ، بالنسبة للأشخاص الذين يقولون أنهم يحلمون بتوائمهم قبل اللقاء، فهذا مستحيل. مستحيل لماذا؟ لأن التوائم يحدث لديهم ما يسمى ب the fusion of the chakra، يعني اتحاد الشاكرات لما يلتقوا، يعني توائم كل واحد ساكن في منطقة معينة أو ساكن في بلد معين، حين يلتقون لأول مرة ويتصافحون مثلا، يعني هناك التقاء الجسم ألف مع الجسم باء، سيحدث ما يسمى باتحاد الشاكرات، بمعنى أن الطاقة الروحية الموجودة عند التوأم ألف تنتقل عند التوأم باء، لأن الدائرة هم توائم دائرة مغلقة من الطاقات، يكون نصفها في مكان والنصف الآخر في مكان آخر، وحين يلتقون في نفس المكان سيحدث هذا الاتحاد، وحين يحدث هذا الاتحاد بالالتماس، أركز على هذه الكلمة، لا يحدث الاتحاد بين الشاكرات عند التوائم إلا إذا تلامسا جسميا، ليس بالضرورة علاقة جسدية لكن علاقة يعني جنسية، لكن لازم يلمس الجسم ألف يلمس الجسم باء، وإلا لن يحدث هناك اتحاد الطاقات لديهم. حين يحصل هذا الاتحاد ماذا يحصل؟ الشخص الأكثر روحانية في التوائم هو من سيحلم بتوأمه، وهو من سيتعرض للصواعق الكارمية، فيما عدا ذلك لن يتعرض أي هارب منكم إلى الصواعق الكارمية، تأكدوا، لأنه شفت مجموعة من الأشخاص يسألون هل إذا قلت كذا لتوأمي سأتعرض إلى الصاعقة الكارمية؟ أولا علاقة التوائم هي علاقة روحية مثل ما قلت، وهي علاقة قدرية، ولن يحدث لك أو لك صاعقة كارمية إلا إذا أنت ظلمت، بمعنى إلا إذا أنت ارتكبت فعلا مخلا بالقانون الإلهي وليس فعلا مخلا بالقانون الأرضي أو القانون البشري. أضرب لكم مثالا لأبسط، لا تصيبك الصاعقة الكارمية مثلا إذا رفضت الاتصال الجنسي بتوأمك، يعني هذا شيء غير معقول تماما، وغير معقول تماما كذلك أن يطالب التوائم الاتصال الجنسي في بداية العلاقة مثلا، لأن هذا ليس الغرض من العلاقة، وقد قلت ذلك مرارا وتكرارا،
ليس الغرض من علاقة هو تحقيق أهداف مادية أو أهداف اجتماعية. طيب أعود إلى فكرة العوامل الخارجية. حين يشتد الألم بأحد التوائم أو بكليهما ويبدأ في تساؤلاته لماذا يحصل معي هذا، لماذا كذا إلى آخره، سيضطر للجوء إلى أحد الأصدقاء أو إلى أحد أفراد العائلة. يحدث هذا طبعا مع الطرف الأكثر تأثرا بالتوأم الآخر، لأن التوائم في الغالب هناك توأم مسيطر وتوأم خاضع، وأحيانا تنقلب الآية أو تنقلب الصورة فيصبح الخاضع مسيطرا وهكذا. يعني المطارد مثل ما قلت لكم يصبح هارب، والهارب يصبح مطارد، وهذا سيحصل دوما أثناء العلاقة. يعني الهارب لا يبقى هاربا طول الوقت حتى ولو هرب هو في المرة الأولى، وهذا أعيد هذا الكلام لأنكم تنسون دائما ما أقول. قلت حين يطلب المساعدة من أحد الأفراد يكون هنا قد أخرج، إذا صح هذا التعبير، ما يشعر به أو ما يعيشه في تلك العلاقة إلى الخارج، وطبعا يطلب النصيحة. لكن للأسف الشديد كل شخص يحاول أن يعيده إلى ميكانيزم المجتمعي أو إلى الإطار الاجتماعي سيفشل. لماذا؟ لأن المطارد سيخضع لبرنامجه هو son programme lui، والهارب سيخضع لبرنامجه هو، والتفاعل بين البرامج سيختلف من علاقة إلى أخرى. فلا تطابق أبدا بين مثلا علاقتكم أنتم مع علاقة كلاسيكية لأي كابل عادي، أو مع علاقة توين فليم أخرى، لن ينجح الأمر، لأن كل علاقة لها قوقعتها أو لها دائرتها. لا يمكن كذلك لمطارد أن يطلب المساعدة من مطارد آخر، فلن ينجح الأمر، لأن المطارد الآخر قدر له أن يقدم النصح لتوأمه في علاقته هو، وليس لمطارد آخر في علاقة أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى، حين يتحد التوائم في بعد أول لقاء تصير ما يسمى the fusion of the chakra، ستبدأ التغييرات لديهم. أولا كمرحلة أولى ستظهر تغييرات كبيرة على كل شخص من التوائم، بمعنى سيبدأ في تغيير نفسه هو، يعني سيرى كل ما يجب عليه أن يغيره من مآسي في حياته، سيرى مثلا الأخطاء الموجودة في حياته ويصححها. يعني يبدأ في عمل تغييرات كثيرة جدا جدا على حياته وعلى نفسه وعلى أموره وعلى علاقاته مع الآخرين. لما تحصل هذه التغيرات الكثيرة أكيد سيلاحظه مجتمعه، يعني أقرباؤه، مثلا إخوته، أبوه، أمه إلى آخره، وهذا بالتالي يؤدي إلى تصادم جديد سيحدث بينه وبين العائلة أو بين الأقربين أو بين المحيط. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يرجعونه إلى الإطار الاجتماعي، هم سيرون أنه تغير كثيرا، أصبح مثلا ينعزل كثيرا أو أصبح وحيدا أو أصبح، لكنه سعيد. أريد أن أحدد أن التوأم سعيد إذا رأى توأمه أو إذا لم يره. هذه كذلك فكرة لازم تحطوها في أذهانكم، التوأم سيسعد إن التقى بشريكه، وسيسعد كذلك إن لم يلتقي به ماديا أو فيزيقيا. بين قوسين كذلك اللقاء ليس مفتعلا، اللقاء بين التوائم هو لقاء قدري، يعني نقول عليه بلغتنا الدارجة صدفة، وهو ليس لقاء مفتعل. يعني لا يمكن مثلا أن أريد أن أتعرف على فلان لأنني لا أدري أعجبتني عينيه أو أعجبني جسمه، فهذه أكيد ليست علاقة توأم شعلة، لأن هناك افتعال،
وهناك إصرار أو هناك تعمد. كمرحلة أولى إذن سينعزل التوائم بعد اللقاء الأول وسيقومون بتغييرات جذرية في حياتهم مما ينعكس على مجتمعهم أو على الأقربين والعائلة إلى آخره. ستحاول العائلة إرجاعهم إلى الطريق المستقيم بالنسبة لهم طبعا، لكن التوأم لا يخضع لهذا الميكانيزم، هو يخضع لميكانيزم خاص به هو ولا يخضع للميكانيزم الاجتماعي، فسيواصل العمل على نفسه وتتواصل التغييرات الإيجابية لديه. بعد ذلك ماذا سيحصل؟ سينطلق بعد أن صفى جميع الشوائب التي لديه وأن عالج جميع المشاكل التي كانت عنده، سينطلق في معالجة مشاكله مع مجتمعه، مع أقربائه، مع عائلته. وقد قلت لكم ذلك، لا أذكر، لكن قلت لكم ذلك في فيديو سابق. فإذا كانت لديه علاقات كارمية في عائلته سيتخلص منها، وإذا كانت لديه مشاكل في عائلته أو مع أصدقائه كذلك سيتخلص منهم، وإذا كانت لديه مشاكل مع عمله نفسية أقصد سيتخلص كذلك من عمله. يعني سيقوم بثورة جذرية في حياته، ثورة ستجعله يتخلص من كل ما يواجهه من مشاكل أو من كل من يعترض طريقه. سيصبح مثل الآلة التي تمسح أو تبعد أي شخص أو أي عائق يحول دون تقدمها أو دون نجاحها مع في الاتحاد. كل هذا سيحدث بطريقة قدرية أو بطريقة سلسة يوجهها الكون نحو نهاية محتومة، ألا وهي تحقيق الوحدة مع الذات. تحقيق الوحدة مع الذات، أكررها، ثم بعد ذلك تحقيق الوحدة مع الآخر والكون، وهذا هو الهدف الرئيسي من العلاقة. طبعا في خلال هذه العملية من التنظيف ستحدث الكثير من الخسائر، أكيد قد يخسر الشخص أمه مثلا أو والده أو أقربائه أو أصدقائه أو عمله، لكن كل هذه الخسائر ستعوض. لماذا؟ لأن التوأم سيكون على السكة الصحيحة أو على الطريق الصحيح. سأضرب لكم مثالا عن ما يمكن أن يحدث في هذه المرحلة، في مرحلة التغير after fusion, the changements after the fusion of the chakra. الأم التي مثلا ظلمت الهارب طوال حياتها وأرهقته بمشاكلها وأرهقته بالحزن الذي تضيفه في حياته سيتخلص منها بكل بساطة، رغم أنه حاول أن يتخلص منها في السنوات السابقة لكنه لم ينجح. تعرفون لماذا؟ لأنها أمه، ويبقى دائما يفكر بأنه لا ينبغي أن يعصي أمه، لا ينبغي أن يحرج أمه، لا ينبغي كذا، لا ينبغي كذا. لكن بمجرد أن يدخل في مرحلة النقاهة هذه سيتخلص منها بكل بساطة وبدون أي تأنيب ضمير، بدون أي شعور بالذنب. لماذا؟ لأنه دخل في طاقة كونية جديدة، طاقة كونية التحم فيها مع توأمه وأصبح أقوى وأقوى مما كان عليه. بالنسبة كذلك لكل ما يحيط بالتوأم قبل ذلك، عمله، أصدقائه أو ما شابه، قبل الاتحاد يكون التوأم يعيش في حالة من الغيبوبة المجتمعية، فيعني يفكر بأن كل شيء على ما يرام. لكن بعد ما يصحو سيرى كل الأخطاء أو كل العيوب الموجودة في مجتمعه وسينطلق بقوة في إصلاحها. كخلاصة لهذا الفيديو، لأنني لن أضع فيديو عمر اليوم، لا أعتقد ذلك، كذلك لا أريد أن يكون الفيديو طويل جدا،
كخلاصة لفيديو اليوم، مثلا إذا كان فارق العمر كبيرا بين التوائم أكيد سيواجهون مشاكل كثيرة في مجتمعهم. إذا كانت المرأة، وبين قوسين أريد أن أشير قبل أن أنسى، إلى أن المجتمع العربي يختلف كثيرا عن المجتمعات الأخرى أو عن المجتمع الغربي الذي يعيش فيه. مثلا نحن هنا في علاقات توأم الشعلة، إذا تأكد المطارد من الهارب، وإذا تأكد الهارب من شعوره نحو توأمه، سيعملان بكل تعاونية وبكل اتفاق على أن يلتحما. بمعنى سينتقل المطارد للعيش في مدينة الهارب، قد يغير عمله، مثلا إذا كان لا أدري مهندسا في إحدى الشركات لا أدري في أوتاوا، سينتقل للعيش معه في ألبرتا أو ما شابه، وهذا لن يعيقه. سيقول أو سيحكي التوأم إلى والدته حكايته مع توأمه، وستتقبلها الأم بكل حب وصدر رحب في المنزل. يعني ليست هناك كل هذه العوائق الموجودة في الدول العربية. إذا كانت المرأة مطلقة مثلا هنا، أو حتى لا أدري لها أولاد، فهذا ليس عائقا بالنسبة للمطارد. إذا كانت فقيرة أو غنية ليس هذا عائقا. إذا كانت يهودية الديانة أو كاثوليكية الديانة فهذا ليس عائقا. لكن للأسف الشديد كل العوائق موجودة في الدول العربية. فإذا كانت المرأة مطلقة، قالت الأم لا لابنها لا لن تتزوج بها، هي مطلقة قد رماها رجل آخر. إذا كانت كبيرة في السن أكبر منه بشهر واحد، تقول له لا تتزوج بها، هي أكبر منك، إنك مولود في مارس وهي مولودة في جامعي مثلا. يعني أمور عبيطة وسطحية لا ترقى إلى كرامة الإنسان. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله في أعلى المراتب، لكن للأسف الشديد مجتمعاتنا العربية جعلته في أدنى المراتب وأوحلها وأقصاها، لا أدري حتى لا أجد حتى الوصف. في الأخير سأتمنى لكم غدا إن شاء الله سأناقش الفرق بين النرجسي وبين توأم الشعلة حتى لا أنسى. يعني لن أطول عليكم، هناك الكثير ممن طلبوه مني. سأتمنى لكم مثل العادة غدا أجمل، بواسطة ماذا؟ بواسطة أرواحكم الجميلة وبواسطة النور الذي ستشعون به على العالم. أنتم النواة الطيبة التي أتمنى وأرجو فيها الخير في الوطن العربي، وألقاكم في الفيديو المقبل إن شاء الله. مع السلامة.